لطالما صنع التميز بمؤلفاته الموسيقية التي حملت بصمته ورؤيته الفلسفية للحياة والوجود كما يقول. طبعا الأمر يتعلق الآن بالمؤلف الموسيقي والمايسترو الكبير عبد الله المصري. عبد الله المصري حيث كان الموعد مع حفل توقيع وإطلاق ألبومه الجديد كونشيرتو العود وتريو العود، وهي تجربة غير مسبوقة، تخصيص كونشيرتو لآلة العود. العمل الفني الجديد أو هذا الكونشيرتو تميز بالحوارية الموسيقية بين الأوركسترا وآلة العود التي يعزف عليها الفنان سمير نصر الدين، الذي أتحف الجمهور الحاضر بالروائع الموسيقية قبل أن يوقع الألبوم. نتابع التقرير التالي. في البيت الروسي في بيروت تم الاحتفال بإطلاق كونشيرتو العود للمؤلف الموسيقي عبد الله المصري برفقة عازف العود سمير نصر الدين. خلال الاحتفال أدى سمير نصر الدين الكادانس على المسرح، وهو مقطع عزف منفرد يتداخل مع فيديو مصور للأوركسترا. الألبوم هو عمل الفريد والأول من نوعه لآلة العود، لأنه هيدي أول مرة مؤلف من المدرسة الكلاسيكية، خريج كونسرفاتوار تشايكوفسكي العريق، بيفكر أنه يكتب عمل موسيقي أو كونشيرتو بقالب الكونشيرتو لآلة العود. وبنظرة سريعة عن الموضوع، هيدا عمل البناء تبعه مختلف عن اللي معودين نحن نعزفه كعازفين آلة عربية، له بناء محدد مترابط، استنفذ كل آلة العود وضوى فيها على زوايا أو نواحي ما كانت مستخدمة سابقا. ما فيك تنطري شو بتهتم الناس عادة، لكون صريح، لأنه اللي عنده التوجه أنه مش رح أقول يطور، أنه يفتح أفق جديد بآلته الموسيقية، هيدي إرادة شخصية. هلأ بعدين بيتقبلوا الناس هيدا الشيء أو لا، ننطر الوقت، يعني هيدا رأي الناس بعدين. كل ما تضمن هيدا النص من صعوبات تقنية وكان بحاجة تحليها لثقافة عالية، لمخزون سمعي واسع وعالمي، تجربة رائعة بكل مراحلها وبكل تعقيداتها، بس لا تنتسى. وأنا كتير سعيد اليوم أنه قدرنا نوقع هالألبوم، أو نحن على بصدد أنه نوقع. المؤلف هو لبناني روسي، فأكيد بيعني لنا كتير أنه نقدم هذه الآلة الموسيقية وهالكونشيرتو لآلة العود طبعا ببلدنا الأساس اللي هو لبنان. بعدين حركة كتير حلوة، يعني بهالفترة بعد انقطاع سنتين بسبب كل المشاكل اللي تعرضنا لها، يعني وبيروت معروف مدينة ثقافية ومنفتحة وبتقدم الفن وبكل أشكاله، فأكيد بيعني لنا أنه نقدمه أول شيء ببيروت. للمزيد حول هذا العمل الفني الجديد يلتحق بنا عبر سكايب من الكويت المؤلف الموسيقي المايسترو عبد الله المصري. استاذ عبد الله، شكرا لك على قبول دعوة برنامج ضفاف. نهنئك بداية على إطلاق ألبومك الجديد، هل لك أن تقربنا من هذا المصنف الفني المتميز؟ شكرا لكم. أولا، هذا الكونشيرتو هو عمل موسيقي بقالب عالمي حواري بين آلة العود اللي هي لها طابع شرقي وهي شرقية، لها طابع رمزي الشرقي، والأوركسترا الضخمة اللي فوق 70 عازف اللي عم يتحاوروا بطريقة دراماتيكية لتعبير أمور أنا حابب أحكي عنها أو أحب أحكي أو حابب أوصلها للمتلقي. مخزون الموسيقي معاصر لأنه تأليف موسيقي معاصر، وبنفس الوقت فيها جذور من موسيقتنا نحن القومية.
العمل بغايه التعقيد ضمنيا، ولكن المتلقي ممكن يلاقي فيه كثير امور من ذاكرته الصناعيه ويستمتع فيه، لانه عمل حبيت يكون انساني اكثر ما هو استعراضي. أستاذ عبد الله، ماذا عن ظروف التحضير لهذا الألبوم ومختلف المراحل وصولا إلى إطلاق العمل؟ صراحة الكونشيرتو انكتب بظروف من زمان، يعني وقت الثورات اللي صارت بالعالم العربي اللي هي أثرت سلبا أنا برأيي على بعض الأمور، والناس كانت بظروف جدا سيئة، وهذا الموضوع عمل لي حالي انه لازم اكتب اي شيء تعبيري حول هذا الموضوع. كتبته سنه 2011 وقدمناه بموسكو بقطر مع الفنان المخضرم شرب الروحانه، وبعد فتره تقريبا 10 سنوات او 9 سنوات رجعنا عدنا تسجيله بموسكو مع الفنان الكبير سمير نصر الدين اللي رفع إمكانية الأداء لهذه الآلة لسقف عالي جدا وتعبير وجمالية مطلقة. حدثنا عن هذا التعاون مع الفنان الموسيقي سمير نصر الدين في كونشيرتو العود. نعم، مع سمير نصر الدين أكيد هو يعني ما نسميه بطل القصة، لأنه هو السوليست بهذا العمل، وأنا كنت عقود الأوركسترا غير تأليف قبط الأوركسترا مع أوركسترا أورفي راديو أورفي بموسكو، سجلناها براديو باستوديوهات موس فيلم من أهم استوديوهات بأوروبا، واستمر التسجيل لفترة عدة أيام مع التريو الجيتار والعود. العمل كانت الفرصة أثناء التسجيل كان ممتازة ورائعة، وبسهولة تم التسجيل برغم صعوبة المادة الموسيقية وتعقيداتها، ولكن سمير بانطلاقته وبهيك لياقته التقنية وجمالية عزفه خلى الأمور تمشي بسرعة. بعدين اجت الكورونا اللي هي اثرت علينا جدا سلبا، ما قدرنا ننزلنا السي دي. بهالفتره هي اهتمينا بالتحضيرات لاطلاق العمل، وجبنا اخترنا اللوحه اللي هي للفنان مجد كرديه، لوحه رائعه جدا من بعض رسوماته التعبيريه فيها جدا تراجيديا، هي عباره عن وردي او حواني عم تحترق بهالظلم هيدا، يعني كانت جدا مؤثره وحبيتها تكون للغلاف. وبعد سنتين ونص تقريبا لحتى الاسبوع الماضي على الويكند عملنا التوقيع ونزلنا هيك بسرعه، عملنا التوقيع واطلقنا السي دي، لانه الناس لازم تعرف شو هيدا العمل. نعم. تحدثنا الآن عن الغلاف، لنتحدث بالتفصيل قليلا، لأنه بدوره حمل فلسفة خاصة ورؤية فنية كما تفضلت، لماذا هذا الاختيار بالتحديد؟ مجد كردي صديق من زمان عبر الفيسبوك، وكنت أنا معجب بجمالية وإنسانية لوحاته، فيها إبهار تقني، يعني بتحس الصورة فيها أضواء، فيها شمع من داخلها، غير المضامين الفلسفية اللي بحطها بلوحاته. وأنا مجموعة اللوحات كان عندي من زمان فكرة أنه يكون مجد بمشروع أنا وياه معين، وأخيرا شفت هيدي اللوحة وقلت له مجد أنا بدي أخذ هيدي اللوحة إذا بتسمح لي لكونشيرتو العود. طبعا هو كان مرحب بالموضوع واخترناها، وسمير عجبته كتير كتير اللوحة اللي هي هيك يعني فيها نوع من السحر، على سرية مبهمة، على حزن عميق، وبنفس الوقت فيها بريق، اللون الأحمر هيك يعني فيها بريق جميل وإنسانية بنفس الوقت، يعني مشجعة للإنسان. بس يشوف الغلاف، بس يشوف هذه اللوحة أكيد حتعجبه. يعني بعد كونشيرتو العودة المايسترو وعبد الله المصري، ما الجديد خصوصا وكلنا يعلم بأن الأعمال الكلاسيكية تتطلب وقت وجهد جهيد لتحضيرها؟ صراحة في مجموعة من الأعمال الكلاسيكية اللي أنا تقريبا حطيت اللمسات الأخيرة عليهم، من ضمنها سوناتا البيانو، من ضمنها كتبت السيمفونية الثالثة وكتبت السيمفونية الرابعة،
وهلأ عندي تحديدا الشهر الجاي أو بعد فترة أسبوعين عندي تسجيل وقيادة السيمفونية الرابعة مع أوركسترا أورفي الوتري بموسكو، على أمل نعمل مشروع موسيقي أو إداء أو إصدار عمل موسيقي عبر ما بعرف كيف الإطلاق بيكون العمل الجديد، ولكن مش بالوقت القريب لأنه بنعطي شوي مسائل الناس ومحبي الموسيقى ياخذوا وقتهم بهذا الكونشيرتو العود لحتى أرجع نزل أنا عمل جديد من هلأ لسنة أو سنتين تنشوف كبر الظروف تسمح لنا. وبعدين الموضوع المالي لتغطية هاي الأعمال هو نعم. موضوع خاص، نحن نتحمل يعني التكاليف، ما فيش عندنا مؤسسات تدعمنا مع الأسف مثل ما بيدعموا الأعمال التجارية. هذا نعم. عمل جدا. تفضلي. على العموم كل التوفيق لك في هذا الكونشيرتو وفي أعمالك القادمة أيضا. نعم المؤلف الموسيقي والمايسترو عبد الله المصري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة.